اهلا بكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده. النهارده هنقدم لكم اسباب الم اسفل البطن الذي يمتد للفخذ عند النساء. ولكن قبل البدايه لا تنسوا دعم القناه باللايك والسبسكرايب. اهلا بكم. نبدا اولا، هل هذا الالم هو حمل؟ فيمكن ان تعاني المراه في بدايه الحمل من الم في منطقه اسفل البطن نتيجه لتقلصات الرحم، لكن امتداده لمنطقه الفخذ فعادة ما يحدث في الثلث الثاني والثالث من الحمل نتيجة لازدياد وزن الجنين. ولا يعد حدوث هذا الألم بالنسبة للحوامل أمرا خطيرا، فهو عادة ما يحدث نتيجة لتمدد الأربطة المتواجدة في منطقة الحوض ووجود ضغط على العضلات المتواجدة في منطقة الحوض، وعادة ما يكون هذا الألم على هيئة ألم الطعم، ويمكن أن يؤثر كذلك على الظهر ومنطقة العجان والساق السفلية. ويستمر حدوث هذا الألم بالنسبة للحوامل الناجم عن تمدد الأربطة لفترة زمنية تتراوح ما بين الثواني والدقائق، لكنه عادة ما يزداد شدة عند القيام بتغيير وضعية الجسم كالانحناء أو المشي أو صعود السلالم. ننتقل إلى أسباب حدوث هذا الألم بالنسبة للنساء ولا يدل على الحمل. أولا، الدورة الشهرية. فمن أسباب ألم البطن عند النساء والذي يمتد أحيانا إلى الفخذ هي الدورة الشهرية، حيث يمكن أن يحدث الألم خلال الدورة الشهرية أو قبلها بعدة أيام، ويمكن أن يستمر الألم لمدة من 1 إلى 3 أيام، ويمكن أن تختلف حدة الألم من مرأة لأخرى، كما يمكن أن تختلف لدى نفس المرأة من شهر لآخر. وعادة ما يدل حدوث هذا الألم أثناء الدورة الشهرية على الإصابة بعسر الدورة، والتي تتميز بأعراض أخرى منها الصداع والغثيان والقيء. ثانيا، ضعف عضلات الحوض. فيمكن أن يسبب ضعف عضلات الحوض حدوث ألم أسفل البطن يمتد للفخذ، وهي حالة تحدث نتيجة للتقدم في العمر أو الحمل أو تعرض منطقة الحوض للإصابات، ولكن لا يعد هذا الألم من الأعراض الشائعة لضعف عضلات الحوض، حيث لا تعاني الكثير من النساء التي تعاني من ضعف عضلات الحوض من أي آلام، وعادة ما تختلف الأعراض من امرأة لأخرى، ويمكن أن تشمل سلس البول أو الشعور بثقل أو انتفاخ في منطقة المهبل أو صعوبة وألم عند التبول. ثالثا، بطانة الرحم المهاجرة. فمن الأسباب الخاصة لحدوث ألم أسفل البطن الذي يمتد للفخذ هي الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، فقد كانت تشكو معظم النساء من آلام في منطقة أسفل البطن والحوض، أما حول امتدادها إلى الفخذ والساق فقد أصبحت من الشكاوى الجديدة من هذا المرض، ويمكن أن تكون آلام بطانة الرحم المهاجرة طفيفة أو شديدة لا يمكن تحملها. وعادة ما تتسبب هذه المشكلة بحدوث ألم أسفل البطن يمتد للفخذ أثناء الدورة الشهرية وأثناء الجماع أو بعد دخول الحمام للتغوط أو التبول. رابعا، ألياف الرحم. فوجود أورام ليفية كبيرة في الرحم يمكن أن تسبب حدوث ألم أسفل البطن إلى جانب عدد من الأعراض الأخرى مثل النزيف أثناء الجماع وأزارة الدورة الشهرية وألم الظهر. وتعد ألياف الرحم شائعة الحدوث لدى النساء التي تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عام، كما أنها عادة ما تسبب الشعور بألم خفيف أو ضغط في منطقة البطن والحوض. خامسا، عرق النساء. فيمكن أن تتسبب الإصابة بعرق النساء بحدوث ألم أسفل البطن، لكن غالبا ما يكون هذا الألم في منطقة أسفل الظهر وليس البطن، وأيضا يمكن أن يرافق الألم الإحساس بخضران وتنميل أو الإحساس بحرقان في المنطقة. وألم عرق النساء عادة ما يمتد إلى أسفل ساق واحدة فقط لدى المريضة. سادسا، تضرر العضلات والأربطة. فتتواجد في منطقة الحوض لدى النساء العديد من الأربطة والأوتار والعضلات، والتي في حال إصابتها بأي ضرر يمكن أن تتسبب ألم في موقع الإصابة، والذي يمكن أن ينتشر إلى مكان قريب منها، وبناء على شدة الضرر يمكن أن يتراوح الألم من الخفيف إلى الشديد. وأخيرا، الفيبروماليجيا. فيمكن أن تتضمن أسباب حدوث ألم أسفل البطن الذي يمتد للفخذ بشكل مستمر هو الإصابة بالألم العضلي الليفي، الذي من الممكن أن يسبب الألم في مناطق واسعة من الجسم ليس فقط منطقة أسفل البطن والفخذ، ومن أعراضه الأخرى الإعياء والصداع وألم في العضلات والمفاصل والاكتئاب وتنميل اليدين والقدمين وألم في الوجه والفك. ننتقل الآن إلى تشخيص حدوث ألم أسفل البطن الذي يمتد للفخذ. فنظرا لتعدد الأسباب المحتملة لحدوث هذا الألم، فلا بد للطبيب أن يقوم بما يلي من أجل معرفة السبب. أولا، السؤال حول التاريخ المرضي للمريض نفسه ولأفراد عائلته. ثانيا، السؤال حول الأعراض التي يعاني منها المريض. ثالثا، القيام بالفحص السريري لمنطقة الحوض. رابعا، تصوير المنطقة باستخدام الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية. خامسا، عمل فحوصات للدم والبول. وأخيرا، القيام بتنظير البطن. ننتقل الآن إلى طريقة علاج ألم أسفل البطن. فيعتمد علاج حدوث أي ألم على السبب الرئيسي للمشكلة، ويمكن أن يشمل ذلك استخدام الأدوية التالية. أولا، استخدام مسكنات الألم. ثانيا، مضادات الاكتئاب. ثالثا، مرخيات العضلات. رابعا، الكورتيزون. خامسا، حبوب منع الحمل. كما يمكن أن يتطلب علاج الألم إجراء عملية جراحية أو العلاج بالكي أو العلاج بالليزر
أو الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، كما يمكن اتباع عدد من التدابير المنزلية من أجل تخفيف حدوث ألم أسفل البطن، ومنها أولاً أخذ قسط من الراحة، ثانياً تدليك المنطقة، ثالثاً القيام بعدد من التمارين الخاصة، رابعاً وضع كمادات دافئة أو باردة على منطقة الألم، خامساً الجلوس ورفع القدمين قليلاً، وأخيراً القيام بتمارين اليوجا والتأمل. ومن الوارد أن يظن البعض أن حدوث ألم أسفل البطن الذي يمتد للفخذ يدل على الحمل، لكن هناك أسباب أخرى يمكن أن تسبب ذلك، وينصح دائماً باستشارة الطبيب في حالة المعاناة من ألم شديد ومستمر في منطقة الحوض ويرافقها حدوث تنميل وخضران أو نزيف من المهبل أو غيرها من الأعراض الخطيرة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.